أيوب البقري رئيس جمعية نادي الأهلي للتنمية السوسيو رياضية. احنا اليوم بصدد تخليد الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المضفرة اللي سهرت عليها الجمعية وكباقي السنوات الماضية باش أنها تخلدت الذكرى الغالية اللي كتمثل الملحمة ديال الأبطال على بقيادة المغفور له الحسن الثاني. احنا الآن تمشوا على خطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تخليد هذه الذكرى الغالية والحفاظ على الأراضي المغربية الصحراء المغربية. خلدنا اليوم عن طريق ملحمة الأبطال من طرف منخرطي الجمعية وأوطرها. كشفنا على اللوحات التاريخية اللي هي عبارة عن لوحة تشكيلية من فنان ومنخرط بالجمعية. الآن فرقة موسيقية وطنية هنا بالمركز الثقافي سلا الجديد. مصطفى ناجي مدير المركز الثقافي سلا الجديدة. بالنسبة للحدث اليوم فهو احتفال بالذكرى 43 للمسيرة الخضراء المضفرة، وهو احتفال لربط الماضي بالحاضر وكذلك لتحسيس الشباب بضرورة الانخراط في التعبير عن القضايا الوطنية بطريقة ثقافية، سواء من ناحية اللوحات التشكيلية يعني الفن التشكيلي، أو من ناحية اللوحات والعروض المسرحية، أو عن طريق الموسيقى الأغاني الوطنية. وكذلك يهدف هذا الحفل إلى الانفتاح على المجتمع المدني وإعطائه فرصة للتعبير عن مواقفه من القضايا وحبه للوطن. وتبقى ذكرى المسيرة وذكرى الاستقلال يعني مناسبات بالنسبة للمركز الثقافي للتفكير ولعرض هذه الذكريات في صور جديدة تواكب العصر وتواكب طموحات الشباب والأطفال والكبار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.